أود أن أتطرق في هذا التدخل أو في هذه المداخلة إلى المشروع الرئاسي الذي يقدمه مرشحنا الرفيق يوسف أوشيش خلال هذه الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024 إلى كل الشعب الجزائري والذي سميناه رؤية ثمغلي اخترنا أن يكون مشروعنا الرئاسي تحت اسم رؤية انطلاقا من أن الإشكاليات التي تعترض بلادنا تتطلب البصيرة وبعد النظر مشروعنا الرئاسي سميناه رؤية لأن الأفافيس تاريخه ومساره ونضالاته وطموحاته تجعله في موقع يؤهله لاقتراح مشروع بديل يسمح للبلاد بالخروج من الركود ورسكلة الفشل والإفلاس نحن في حزب جبات القوى الاشتراكية الأفافاس ومنذ تأسيسه عارضنا التوجه الأحادي والشمول للسلطة وحذرنا النظام خلال عقود من الزمن من السياسات المنتهجة وبالمقابل قمنا في كل محطة قدمنا في كل محطة رؤيتنا واقتراحاتنا من أجل التغيير السياسي وبناء بديل ديمقراطي في البلاد وهذا ما فعلناه هذه المره حيث قدمنا رؤيه الحزب للجزائر الغد لكن للاسف التاريخ يشهد والشعب يشهد ان الراحل المجاهد والمناظر رئيس الحزب حسين اي تحمد رحمه الله عليه قدم عده مبادرات سياسيه للخروج البلاد من الازمات المتعدده التي مر بها البلاد منذ الاستقلال. لكن كما قلت للاسف في كل مره نصطدم بجدار الرفض. ايتها الجزائريات ايها الجزائريون مشروعنا الرئاسي رؤيا يترجم طموحات وامال الجزائريات والجزائريين المطالبين بالحريه والكرامه والعداله والتي عبروا عنها خلال انتفاضة 22 فبري 2019 بكل سلميه وحضاريه وبصوت عالي وواضح. البرنامج الرئاسي رؤيا ينظر ويؤسس للتغيير كمشروع وطني، ديمقراطي، حداثي، يساري، تقدمي وشعبي. رؤيا لأن الجزائر بحاجة لأفاق جديده تؤسس لعلاقات ثقه بين المجتمع ومؤسسات الدوله. رؤية لأن الوضع الدولي والإقليمي والتحولات الجيوسياسية المتسارعة تفرض على الجميع اليقظة واستباق الأحداث رؤية لإعطاء فرصة للجزائريات والجزائريين في المشاركة السياسية من أجل صنع المستقبل وتكريس مطالبهم المشروع المشروع رؤية لأن مشروعنا الرئاسي ينزع الضبابية ويعطي وضوح ومعنى للعمل السياسي والنقاش العام الذي يجب ان لا يختزل فقط حول الاشخاص بل حول طبيعه نظام الحكم واساليب الوصول الى الحكم رؤيه للتغيير الجدي والمسؤول والبناء رؤيه للحلول والبدائل الواقعيه رؤيه للبناء وبعث الامل في الوطن وعند المواطن خاصه الشباب رؤيه للقطيعه مع الفشل والبريكولاج رؤيه للغد لبناء مستقبل أفضل. أيتها الجزائريات أيها الجزائريون، أيها الجزائريين، نقترح من خلال مشروعنا الرئاسي رؤية للجميع ومع الجميع. رؤيتنا شاملة ومفصل ومفصلة تجيب على جميع الأسئلة والإشكالات الوطنية التي تعنينا نحن كوطن وشعب حسب الأولويات والتحديات وهذا المشروع رؤيا سنقدمه بتفاصيله خلال هذه الحمله الانتخابيه للشعب الجزائري ايتها الجزائريات ايها الجزائريين ان حزب جبهه القوى الاشتراكيه تربط علاقه نضاليه واخلاقيه مع الشعب الجزائري وهو يعمل على تقويتها اكثر للحفاظ على التمسك الوطني ووحده البلاد ولهذا ندعو كل الجزائريات والجزائريين للذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر واختيار المرشح صاحب المشروع الرئاسي رؤيا الرفيق يوسف أوشيش المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحيا الجزائر حرة ديمقراطية واحدة وموحدة يحيى الإفافاس شكرا لكم جميعا ثنمير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أخواتي الجزائريات إخواني الجزائريين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم عبد الملك بن العوار ممثل المترشح الحر عبد المجيد تبون هذا المترشح الذي وعد فوفى وأقدم فجسد وأنتج لنا مجموعة من الإصلاحات اليوم نحن نعيش نعيش في كنفها من بينها هذا السياق الانتخابي الذي يأتي تحت إشراف سلطة مستقلة للانتخابات هي نتاج هذه الإصلاحات اليوم وبعد التعديل الدستوري الذي أقدم عليه السيد الرئيس في 2020 والذي أتى بإصلاحات عميقة في الدستور أنتج لنا مؤسسات وهيئات وهيئات تعمل على تعزيز الديمقراطية في بلادنا وتدفع عجلة التنمية في بلادنا كما كانت ارضيه خصبه لاصلاح شامل للدوله بكل فروعها ومؤسسات الجمهوريه ايضا هي رسخت لاسس الديمقراطيه في بلادنا وفصلت بين السلطات وخاصه تعزيز الصلاحيات الرقابيه للبرلمان وتكريس استقلاليه القضاء هذا قانون الانتخابات الذي كان مفتاح لولوج الشباب اليوم لقبه البرلمان وللمجالس المنتخبه حيث شكل لنا 88% من مكونات هذا المجلس 80% من حاملي الشهادات الجامعيه وايضا 94 شاب في قبه البرلمان هذا قانون الانتخاب الذي قضى على المال الفاسد وعلى رؤوس وعلى رؤوس الفساد في الجزائر وقطع الطريق امامهم اليوم سمح للنخب وللشباب اليوم بولوج عالم السياسة وخدمة وطنهم وبلادهم من خلال هذه المؤسسات أيضا اليوم أخلقت السياسة وأخلقت الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد في البلاد من خلال إنشاء سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وايضا اصدار قوانين قوانين ضد يعني تحارب التزوير والمضاربه التي اثقلت كاهل وجيوب المواطنين الاعزاء ايضا اليوم اليوم نحن مقبلون على تجسيد اصلاحات من خلال قانوني البلديه وقانون الولايه، قانون الجمعيات وقانون الاحساب وهي قوانين يتعهد مرشحنا باتمامها إدانة لا الشعب الجزائري. ذلك اليوم الجزائر تعيش مرحلة غير مسبوقة نتيجة قرارات شجاعة وغير وغير مسبوقة وغير مسبوقة من طرف مرشحنا الذي اتخذها إيمانا منه بأن المستقبل للشباب الجزائري وأن الجزائر الجزائر وخيرات هذه الجزائر يستفيد منها كل مواطن في ربوع هذا الوطن وحتى في الجالية. اليوم لم تعد هناك منطقة بعيدة ومنطقة قريبة الجميع الجميع بالقرب من صاحب القرار في الجزائر حيث قام السيد الرئيس من خلال الدستور والقوانين المستحدثه باستحداث وانشاء المجلس الاعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني والذين كانوا فضاءات لتكريس وتعزيز الديمقراطيه التشاركيه في بلادنا وجعل المواطن مصدر كل اهتمام وايضا جعل المواطن يعني هدف و هدف لكل وغايه منشوده للنشاط العمومي من خلال حوار تعاوني وتشاور مستمر وفعال وبناء بين السلطات والمواطنين ايضا استحداث هيئه وسيط الجمهوريه التي كثير ما كانت وسيطا واليه لحل كثير من مشاكل المواطنين ايضا تكريس منتديات الحوار والمواطنه والتنميه المحليه وهذا ما سمح لنا ببناء مجتمع مدني حر نشيط وقادر على تحمل المسؤوليه ايضا اليوم الجزائر الجزائر تعرف ديناميكية اقتصادية وتنموية وجب على الجزائريين اليوم أنهم يعوا بمسؤوليتهم تجاه وطنهم في هذه الظروف التي تعتبر الجزائر اليوم مستهدفة من أعدائها ومن الذين يريدون لها السوء لكن اليوم بمشاركة واسعة وقوية لشبابنا ومواطنينا الأعزاء اليوم سنتخطى كل هذه العقبات وستكون الجزائر منتصرة بفضل مشاركتكم منتصرة إن شاء الله على أعدائها ومنتصرة على تحدياتها وعلى كل مشاكلها إن شاء الله بانخراطكم في هذه المسار مسار مسار من اجل جزائر منتصره بالتصويت على مرشحنا المرشح الحر مرشح المرشح الاجماع مرشح المجتمع المدني مرشح الشباب مرشح كل كل الضعفاء وكل الشعب الجزائري وكل ابناء هذا الوطن الحبيب من 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 كل الشرائح والفئات ندعوهم الى التوجه والذهاب بكثافه لصناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر والانتخاب على مرشحنا عبد المجيد تبون تحت شعار من اجل الجزائر منتصره اليوم الجزائر بحاجه لنا اليوم مرشحنا بحاجه الى اجماع بحاجه الى تك الى الى اقبال الشباني كما مد يده لشبابنا لابد على شبابنا ان يمدوا يدهم لمرشحنا فندعوهم مره اخرى الى التصويت لمرشحنا عبد المجيد تبون المجد والخلود لشهداء الابرار والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الأستاذ حمد دوش ناصر ممثل المترشح عبد العالي حسن شريف نتحدث في هذه السانحة على البرنامج الانتخابي لمرشحنا والذي هو تحت عنوان وتحت شعار فرصة والذي يتكون من خمس محاور وخمس اولويات و وستين تعهد والتزام شعار شعار فرصه تم اختياره بعنايه فائقه وهي تدل على الامل وعلى المستقبل وعلى الاستشراف وعلى الافاق المفتوحه امام الشعب الجزائري وامام الدوله الجزائريه ونتطلع جميعا بهذا الامل الى الغد حتى لا نبقى دائما مندهشين من كثافة التشخيص للواقع ومن شدة الانشداد الى الماضي فهذا البرنامج الانتخابي الطموح الذي اشتغل عليه مجموعة من الخبراء والإطارات السامية في الدولة الجزائرية من أبناء الحركة ومن خارجها أردناه أن يكون بهذا العنوان فرصة وفيه حوالي 62 التزام أو تعهد مفصل يعني كل التزام فيه بطاقة فنية وتقنية لكيفية تنفيذ هذا البرنامج الانتخابي الذي نطمح إليه إلى جزائر صاعدة بواسطه الاصلاح والتغيير نؤمن ايمانا عميقا بأن التغيير يكون عبر الإرادة الشعبية والإحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر الآلية الديمقراطية وهي الانتخابات ولذلك نحن ندمن دائما على المشاركة في الانتخابات وأهم انتخابات هي الانتخابات الرئاسية بإعتبار النظام الدستوري للبلاد اخترنا 62 تعهدا والتزاما أولا تيمنا ب في الذكرى الثانية وستين لاستقلال الجزائر وبتاريخ الاستقلال وهو 1962 وفيه من الرمزية والرسائل السياسية ما لا تخفى على المراقب والمتابع وهو أنه آن الأوان لينتقل الحكم إنتقالا طبيعيا إلى جيل الاستقلال وهذا الجيل الذي الآن في عمره 62 سنة يعني لا يعقل أنه لحد الآن لم يسمح له بالوصول إلى الحكم والجميع يتغنى بالديمقراطيه وبالبعد الديمقراطي للدوله كما نص عليه بيان اول نوفمبر ونعتقد بان الديمقراطيه هي التي تضمن لنا هذا التداول السلمي على السلطه وهذا الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي الى جيل جديد يحكم البلاد يعني البرنامج الانتخابي للمترشح حسان شريف عبد العالي كما قلت يعني حمل عنوان فرصه فعلا هذه الانتخابات نعتقد بانها فرصه لنا جميعا فرصة للإصلاح والتغيير وأنه لا يوجد هناك مشروع سياسي يمكن أن نحقق به هذا الإصلاح والتغيير إلا عبر الذهاب إلى الانتخابات والاحتكام إلى الإرادة الشعبية ولذلك نحن نشارك في هذه الانتخابات حتى نعطي هذه الفرصة للشعب الجزائري في حرية الاختيار والانتخاب من بين الأفكار والبرامج والرجال وهذه الانتخابات كذلك هي فرصه لتعميق وتجذير الديمقراطيه والتعدديه والتنافسيه ونعتقد بانه لا يمكن غلق الحياه السياسيه والاعلاميه والتضييق على الحريات بل ان الانتخابات هي فرصه لفتح المجال السياسي وفتح المجال الاعلامي وفتح حريه الاختيار للشعب الجزائري وتكريس هذه الديمقراطيه والتعدديه الحقيقيه فالديمقراطيه تتطلب المشاركه السياسيه الواسعه ونعتقد بان الشعب الجزائري هو صاحب السلطه وهو صاحب السلطه التاسيسيه في البلاد كذلك يعني هذه الانتخابات الرئاسيه هي فرصه للامل وفرصه للمستقبل وفرصه للشباب وفرصه التمكين للمراه وفرصه للتغيير الحقيقي وهي فرصه كذلك يعني فرصة من أجل يعني تكريس يعني فرصة من أجل تكريس الهوية والتوابت الوطنية وأن الشعب الجزائري يعني يعبر عن هذا الانتماء الحقيقي والطبيعي وهذه الانتخابات كذلك فرصة من أجل تمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التهديدات الخارجية ومجابهة التحديات الداخلية وتمتين هذه الجبهة امام كل هذه الاكراهات والمخاطر الخارجيه من اجل دوله جزائريه ديمقراطيه اجتماعيه ذات سياده في اطار المبادئ الاسلاميه فلذلك ندعو الجميع للتصويت على المرشح عبد العالي حساني شريف